إذا هذه الدواء 14 تحتوي رعاية سامية ديال صاحب جلالة التدشين وافتتاح من طرف صاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن، هو تشريف للعالم القروي، التشريف كذلك يعني الفلاحة بأكملها، حضور قوي ديال واحد العدد ديال يعني المنتجين. الحمد لله كاين رواق ديال المنتجات الفلاحيه اللي فيه 300 كوبيراتيف اللي كتعرض يعني المنتوجات ديالها، كذلك يعني فيما يخص البيطاي يعني كاين واحد العرض اللي هو كثيف، وكتشوفوا بانه جميع المنتوجات تقريبا هي مزداده في المغرب، وشفنا الحمد لله الحموله ديالها والامكانيات ديالها. هذا الصالون فيه 1500 عريض، كيمكن ان شاء الله باش يكون واحد اللقاء بين الشباب الفلاحه وبين الناس اللي كيهتموا بالفلاحه، الفلاحين ولا اللي بغاو يدخلوا الفلاحه في المستقبل، باش تكون اشنو هي الامكانيات ديال الاستثمارات اللي كاينه، شنو هي الاعانات اللي كاينه، اشنو هي التمويلات اللي كاينه، كيفاش يمكن يواكبوا المخطط يعني المغرب الاخضر. وكذلك اذا مشينا للرواق ديال وزاره الفلاحه غادي تشوفوا كذلك الارقام اللي كتعطي ديال التقييم ديال العرض ديال مخطط المغرب الاخضر هذه العشرة السنوات، اللي هو كان عرض بارز ومهم وبدل الوجه ديال 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 الفلاحه في بلدنا. وكنتمناو انه الحضور اللي غادي يكون ان شاء الله يكون حضور كثيف باش الكل يقتسم يعني هذه التجربه، وبالخصوص الامكانيه ديال بدايه ان شاء الله ديال تجربه جديده من بعد ان شاء الله.